من المتضرر دكتور في حال استمرار هذه أمريكا الحرب؟ أمريكا بالدرجة الأولى وإسرائيل. أمريكا بالدرجة الأولى وإسرائيل هي الخاسرة. إسرائيل هي الخاسرة، ليعلم الجميع إسرائيل هي الخاسرة بسبب واحد بسيط، إسرائيل لن تحقق أهدافها في أي حرب من الحروب، لن تحقق أهدافها بشكل كامل. في حرب غزة قال سنحرر الرهان المحتزن، ولا حد الآن لن تحرر أي مختطف. قالوا سنقضي على حماس، لكن يوم أمس كان هناك عمليات هجومية، وقالوا سنقضي على النشاطات كذا ونبعدهم عن الحدود، لن يبعدوا مع أنه حطموها الغزة، ومع حزب الله مع لبنان قالوا نرجع المستعمرات الشمالية، الهدف من معركتنا لإرجاع المستوطنات الشمالية لأهلها. إلى حد هذه الدقيقة 320 ألف مستوطن يمثلون العصب الزراعي لإسرائيل، العصب الصناعي لإسرائيل، والدرع الحصين أو غلاف الحصين لإسرائيل في شمال فلسطين المحتلة لن يرجعوا. هل قضوا على حزب الله؟ أبدا. اليوم الالتحام المباشر، اليوم 5 من القتلى الإسرائيليين قتلوا اليوم، ويوميا هذا الاستنزاف. بالمقابل الصمت العربي الذي لا يخلق من المقاومة شيء، لا يخلق منها قوة، إنما يخلق من العدو قوة. بالضبط. ينشر بياناته وينشر إعلاناته ويوصفها وصفا دقيقا. يعني اليوم أنا أنظر إلى المحطات العربية التي لها العار والخزي أن تعرف توصيفات الجيش الإسرائيلي، توصيفاته بالدقة وتعيدها.